أمسية جديدة من أمسيات ورشة الزيتون العامرة، التي دائما ما أشكر الأستاذ شعبان يوسف والدكتور محمد إبراهيم طه على إتاحة هذه الفرص الثمينة، وخصوصا عندما تعرفت على الأستاذ الحسن محمد سعيد. أهلا بي وسهلا. في هذه الأمسية يعني نسير معا بصحبة هذا الرجل الذي أتى أو الذي يحكى عليه أو الذي يروى عنه، رجل من دلجو. نعم. هذه الرواية، وكما أتعود دائما في قراءة العناوين وقراءة الأغلفة، عندما قرأت وجدت أنها تؤرخ لمناضل عظيم اللي هو سيد فرح. هذا الرجل المناضل الكبير قام الأستاذ محمد الحسن محمد سعيد برواية قصة حياة الضابط السوداني سيد فرح صالح. فذهبت كأنه يقول سيد فرح صالح رجل من دلجو، فذهبت لأبحث هل هناك سيد فرح فعلا أم هو شخصية روائية. فعلا وجدت أن السيد فرح ولد على ضفاف النيل في دلجو المحس عام تقريبا 1900. سيد فرح يعد رمزا عظيما دالا على منظومة النضال والترحال والمجيء إلى مصر وملوي والذهاب إلى الجبل الأخضر وصحبة عمر المختار. هو مناضل عظيم ومناهض للإنجليز في السودان، وهرب من السودان إلى تلك الأماكن، رغم أنه في بداية الأمر تعلم في كلية جوردن والكلية الحربية، يعني الإنجليز قد راعوه، لأن والد جده العمدة يعني عندما أراد الإنجليزي أو القائد الإنجليزي في السودان أن يعطيه شيئا، أن يعلم أحد أبنائه، فقال أن أولادي كبروا على التعليم فعندي حفيدي. وكأنه منظور لهذا الكفاح، وأنه يرب أن الإنجليز يقومون بتربية هذه التربية المتينة لكي يحاربهم، ودي من يعني من المفارقات العجيبة. كما قيل عنه في المواقع الموجودة، قاتل سيد فرح في يومي 27 و 28 نوفمبر سنة 1924 إلى جانب عبد الفضيل الباز. سيد فرح هو القائد الثاني في معركة النهر الثانية، هرب إلى مصر وإلى ليبيا وانضم إلى ثورة عمر المختار وأصبح سكرتيره الشخصي. سيد فرح أيقونة من أيقونات التاريخ السوداني المنسي، حيث أنهم قاموا بعمل لجان لكي يحصروا هؤلاء المنسيين من القادة السودانيين، فكان سيد فرح على رأس هذه القائمة. إذن الأستاذ الحسن محمد سعيد يريد أن يحيي هذه الذكرى، بالعكس يريد أن يعيد إلى الوجدان الشعبي الآن السوداني أن هناك في المنظومة النضالية، يعني لسنا أبناء اليوم، المنظومة ممتدة إلى عشرات وعشرات السنين، فكأنه يريد أن يقول سيد فرح رجل من دم. الغلاف أيضا، هذه أغطية الرأس اللي هي الطرابيش، بتوحي إلى زمن بعيد اللي هي في نهايات القرن 19 وبداية القرن 20، وبالتالي يوحي الغلاف إلى منطقة قديمة. لو نظرنا إلى الإهداء، أن الأستاذ الحسن يهدي هذا العمل إلى صديقه عثمان عبدين الذي كان متابعا له، وهو الذي يعني أحسه أو الذي دفعه إلى هذا التأريخ وهذه الرواية، وبالتالي هو بيقول ظل يتابعني بإلحاح لسنوات طوال لكتابة هذه الرواية، وظل على عهده حتى قيد الله لي مكنة إنجازها، فإليه أهدي مع خالص مودتي وتقديري. أيضا هذا من باب الفضل من جانب الأستاذ الحسن، أنه يعني يتفضل برغم أنه شعوره الشخصي أنها مهمة مقدسة،
على روح الراحل ويحييها من جديد عبر قراءة منصفة له، وأيضا يعني يعيد الفضل لأهل اللي هو الشخص الذي كان يعني داعما له في إنجاز هذا العمل. وده إن دل على شيء في شخصية الأستاذ الحسن فهو يعني النبل والإنسانية التي يتمتع بها. كيف صاغ الأستاذ الحسن هذه الرواية؟ عندنا طرق كثيرة للسرد، هو اختار لها طريقة الفلاش باك. يعني في أول فصل من فصول الرواية موت السيد فرح، والابنة ابنته تريد أن يصلى عليه في مسجد عبد الناصر، والسفير السوداني تقليدا المسجد الكبير عمر مكرم هو الذي يخرج منه هذه الجنازات الرسمية، وبالتالي وجد الأستاذ الحسن مدخلا لكي يراجع السفير السوداني مواقفه، وأن لسيد فرح مواقف مع عبد الناصر، وهكذا لكي يبرر لنا لماذا يعني اتخذ من هذا الموقف مفتاحا أو قناة سردية لكي يواصل بها قراءة التاريخ القديم. كيف إذن طريقة السرد هي طريقة الفلاش باك؟ كيف نرى الآخر أو كيف صور الأستاذ الحسن الشخصيات؟ الحقيقة أنا يعني اخترت موقفين فقط، صفحة 237 كيف يعبر عن الشخصيات؟ بيقول إيه؟ بيقول كانت مصر زمانئذ تمر بحراك سياسي كبير تأثرا وتفاعلا بما كان يحدث في العالم، بل تحديدا بما كان يجري في أوروبا. في تلك الأيام كان الشيخ الأزهري سليمان العطار دائما المزار إليه في النجع، فقد كان حزب الوفد في مدينة ملوي نشطا كبقية الفروع في مدن مصر الأخرى. قال له ذات يوم: يا شيخ محمود، لدينا رغبة كبيرة في أن تكون جزءا منا في إدارة الحزب، ألمس فيك نضجا سياسيا يمكن للحزب أن يفيد منه. نحن في حاجة ماسة لأفكارك التي سمعتها منك مرارا، وقد طرحت الأمر على اللجنة المركزية الفرعية فقبلت به وكلفت بأن أنقله إليك. يا أيها الشيخ النبيل، تريد أن تعيده مرة أخرى إلى دائرة الضوء التي هرب منها؟ هو في أعماقه ووفدي الاتجاه وكرفاقه أحب سعد زغلول. ننتقل بقى بيصوره إزاي؟ بيقول: ولعل الشيخ العطار كان يتوقع منه شيئا من تلك الردود في الاعتذار بلباقة الزمن القليل في التعرف إليه والاختلاط به عن قرب أدهشه، يحمل من آراء وأفكار، فقد رآه ذات مرة ناصعة خلقا وعيما، فأحب حديثه وطيبة نفسه وتواضعه وتقديره لمحدثه مهما كان، وبالذات بسطاء الناس، وهو لا يدري أنه جاء من هؤلاء البسطاء الزاهدين المتوكلين معرفة به معرفة ناقصة كمن يرى قمة جبل الجليد العالي. إذن الأستاذ الحسن يصور سيد فرح بكل طيبة النفس والتواضع والتقدير للمحدث مهما كان، والبساطة، وأنه متوكل، وأنه عنده أفكار وعنده يعني الخلق والعلم. الأستاذ الحسن ممكن لم يصور لنا سيد فرح جسمياً، ولكن كان أهم عنده يمكن كلنا نشترك في لون البشرة أو في الملامح أو كذا وكذا، فليس سيد مختلفا عن الحسن أو عن الأستاذ أحمد. يعني السحنة عندنا حتى في وادي النيل واحدة، يعني وأن اختلفت يعني درجة السمار يعني، لكن هو يريد أن يغوص في هذه النفسية التي استطاعت القيام بكل هذه الأمور أو كل هذه المواقف الشديدة جدا. الأستاذ الحسن أيضا صور بعض الأشياء الخاصة بصور الحنين إلى الموطن الأول. يعني مثلا في صفحة 192 عندما يصور سيد فرح
يريد أن يعود مرة أخرى إلى الموطن الأول في دالفو. ماذا يقول؟ بيقول إيه؟ بيقول رأى في داخله قمر دالفو منيرا يبدد عتمة أيامه. كانت لحظات سريعة وخطفة. أنا أقول أن هذه الجملة ممكن كل واحد فينا يأخذها ليضعها إلى موطنه القديم، أن المواطن الأولى القديمة تبدد ما فينا من عتمة الأيام. لماذا؟ لأننا كنا فيها أبرياء، يعني كنا فيها لا هموم ولا حمول ولا أي شيء، فبالتالي تأتي هذه اللحظات المضيئة نقتنصها من هذا العالم. يعني هو لخصها في إيه؟ بيقول في ذلك الموقف العاطفي الطبيعي بين أب وابنته سطع بالنسبة له بروق الذكريات التي لن تخبو أبدا داخله. ففي ذلك المشهد الذي يبدو مألوفا عند النجاة من المخاطر تفتحت أمامه مساحات شاسعة من الحنين إلى الأرض السمراء والأب. رأى في داخله قمر دلبو منيرا يبدد عتمة الأيام. إذن الأستاذ الحسن لا يكتب مؤرخا، ولذلك أنا أتفق مع الأستاذ هاني أنها ليست رواية تاريخية، هي رواية في محبة سيد فرح. يعني لو أنا قلت يعني في محبة فرح أو في محبة سيد، يعني هتكون أكثر كمان، يعني يمكن رجل من دلبو يعني شوية مش هقول تقليدية، لكن يعني ممكن لها تأويلات كثيرة. لكن في محبة فرح أو في محبة سيد أو سيد فرح فقط، لكن هو أراد أن يبعد عن أنه يعني أنه يعيد تذكير الناس، فأراد أن فيها نوع من التعميم أو نوع من التعمية لكي تدخل إلى النص لكي ترى ماذا كتب. الأستاذ الحسن أيضا عدد أماكن كثيرة جدا جدا في الرواية، يعني عدد القطار وأماكن محدودة، القطار اللي هو درجة الثالثة الذي ركبه في ليلة هاربا، العشة الهزيلة في الصحراء التي نام فيها نومة عظيمة وتذكر بيت المتنبي اللي هو أنام ملء جفوني عن شواربها ويسهر الخلق جراها ويختصر، أن سيد فرح نائم في العشة الهزيلة والإنجليز يطاردونه ويبحثون عنه وهو نائم بأعينيه. يعني الحقيقة يعني نص الأستاذ الحسن يعني نص بديع ورائق، ولا تشعر أبدا بالملل. هو يصحبك رحلة هنية رغم ما فيها من مآسي الحقيقة، يعني أرى ضرب النار وأرى القتلى وأرى من يعدمون وأرى عمر المختار الذي أعدم. وهنا يعني في موقف عجيب جدا، أن سيد فرح أراد أن يواصل كفاح عمر المختار، لكن أتباع المختار خافوا عليه وقالوا له أن الزعيم قد مات، فاذهب إلى يعني ووفروا له ناقة يعني متينة والطعام والمسالك في الصحراء حتى يفر، وكأنهم يريدون لهذا. أنا قلت إن هم يعني هذا الرجل جوهرة، يعني يريدون أن يحتفظوا به بعيدا عن خط النار. يعني إليك برضو موقف آخر في ملاوي عندما ذهب ويعرض عليه الرجل ابنته والتي اسمها عجائب، يعني وعجبتني جدا، يعني كان يعني حقيقة ليس سردا، يعني أنه من العجائب أن يتزوج يعني عجيبة من هذه العجائب، وكيف أن أخويها واحد وافق مع الأب والآخران رفض حتى كاد يعني خناقة بالنار. وبالتالي يعني في دراما الموت والحياة، يعني رغم سلاسة السرد إلا أن داخل أو أسفل هذا الصفح الهادئ الذي أراد الأستاذ الحسن أن يكون سلسا مثل ماء النيل وعذبا يعني تحت هذا الماء هناك يعني جزر تشتعل، يعني أو يعني وبالتالي كان بكل شوية أحس إن أنا لا في حاجة يعني سوف تحدث، يعني هذا الرجل منظور إلى للأعمال الكبيرة. في برضو اللي هو يعني
العبارات اللي بعض العبارات استخدمها الأستاذ الحسن اللي هي ربطت الحبل حول عنق. الحقيقة يعني اللي هي كلفتك بالأمر، يعني أنا قعدت أقول يعني إيه معنى الجملة دي، إن حضرتك قلت اللي هو الأب بيقول كده ربطت الحبل اللي هو والد عجاء، فبقول له ربطت الحبل حول عنق. أنا قعدت يعني في ذهني كده، هل أنت كلفتني بأمر ما يعني تقييد الأمر؟ الحقيقة لم أصل مجاز يعني أنا أعرف مثلا التقييد، مثلا ما أقول قيدتك بالأمر، يعني مثلا عندنا طوق الحمامة مثلا طوقتك بالأمر أي قيدتك به أو كلفتك به، يعني نوع من التكليف. لكن أنا يمكن كانت على شكل المثل، ما صنعه الحسن محمد سعيد هو كأنه هو راوي فعلا يروي هذه القصة، ولكن هو ذكرني أيضا بالمنشد الذي ينشد القصص الملحمية زي أبو زيد الهلالي وزي عنترة، كأنه كان يا مكان واسمعوا، يعني فيها نوع من الحكي والأشياء غير أحيانا مصدقة أن هذا الرجل كيف، يعني مثلا اللي هو بيتقتل وقوم تاني، يعني أنا حسيت بكده أن هو يعبر النهر ويغطس يعني ولا يخرج إلا على الضفة الأخرى، يعني يتطير الرصاص، يعني أنا حسيت ويصاب في زراعة، يعني بس الماء العذب يكون أثقل كثافة أعتقد، يعني فكون أن يغطس وهو منبوس يعني محافظ على يعني توازنه. وعجبني جدا أنه هو صديق النهر وبالتالي النهر لن يغدر به، يعني هذه اللمحات الإنسانية الحقيقة. يعني أنا بشكر أستاذ الحسن لأنه أنا عشت مع هذه الرواية لحظات الحقيقة ممتعة وإنسانية بامتياز، لكن في بعض اللي بقى الأخطاء اللي هي يعني ممكن أخطاء في اللغة، بس أبرزها الحقيقة الآية القرآنية اللي هي في سورة الشورى دي فيها خطأ في الكتابة، يعني في هو يعني أولا صدق الله العظيم لا تضع بين خنصيس لأنها ليست كلام الله، لكن كلمة إناثة يهب لمن يشاء إناثة، حضرتك أدام ارتضيت إن نكتبها بالورد العادي يبقى لازم ألف تحتك الهمزة نون ألف ثاء ألف تنوين، لكن لو أنا بخط لو حضرتك نقلها بقى كوبي من المصحف عادي بتبقى إناثة من غير ألف، بحط ألف صغيرة، فحضرتك هنا مكتوبة بالخط العادي وما فيش الألف، فهنا أرجو دي في صفحة 221 اللي هي الآية القرآنية في سورة الشورى، وأنا أفضل كمان أنا قلت في سورة الشورى نعملها تخريج ونقول الآية رقم 50، يعني على أساس إن لو أي حد يقرأ وعايز يعيد النظر مرة أخرى لكي يرى تخريج للآية. برضو كلمة الكاميرات وعجبني جدا آخر حاجة مش عايزة أطول، اللي هو عندما أصبح محافظا للمنطقة الغربية اللي فيها مرسى مطروح الحقيقة، وأراد أن يجعل المنطقة الغربية رقما في الميزانية العامة للدولة، وكيف لابد أن يصور فيها فيلم أو لابد أن يعطى فيلم تسجيلي، والبشكاتب المحافظة قريب نيازي مصطفى، وقول دي من الصدف العجيبة أن يكون قريب نيازي مصطفى بشكاتب المحافظة، وبالتالي أراد سيد فرح أن يتوسط البشكاتب لكي يدبر لقاء في القاهرة مع نيازي لكي يقوم بعمل فيلم، والصدف تكتمل عندما يقابل ليلى مراد، وطبعا يا ساكني مطروح حرية في بحركم طبعا، والناس تيجي وتروح ونعشق حيوكم كلنا عارفين طبعا صخرة ليلى مراد وشاطئ الغرام ما زال معروفا، وكأن هذا الرجل يقول أن السيرة أطول من العمر. لو كان السيد فرح ولد سنة 1900 وتوفي سنة كام؟ 72، يعني تقريبا 72 سنة، لكن نحن في 22 أهوت، يعني أكثر من 50 سنة تانيين نذكر سيد فرح ونعيد ذكراه، فسيرته عبر ما كتبه الأستاذ الحسن في هذه الرواية الحقيقة التي سوف تحتفظ يعني كثيرا جدا. كلمة الكاميرات بقى مكتوبة برضو غلط، مكتوبة الكاميرات بغير الألف، يعني ما اعرفش انا العربي اللي بعتمدها بالالف. برضو كلمه شيء متكرره جدا مكتوبه بشيء خطا،
المفروض شين ياه والهمزه متطرفه ما فيهاش ياه. هنا هنا في الروايه مكتوبه كلها شين ياه ياه همزه، لا هي ياء ياء واحده. برضو اخر حاجه هختم بيها بقى ليها استخدام تقنيه الاحلام، ان سيد فرح يرى ما يحدث احيانا، يقوم مبزوعا او يقوم سعيدا. فالاستاذ الحسن عمل تنويعات كثيره جدا جدا لكي يخلص القارئ من الملل. يعني تحلم احلم معاك، عايز مغامرات واكشن معاك، عايز رومانسيه معاك، حواراته الرائعه جدا مع السيده زوجه عندما قاربت على الولاده وانها تريد ولدا، وقال لها البنات والولاد يعني واحد، يعني تنويعات عظيمه جدا. انا بشكر في نهايه كلمتي الاستاذ الحسن مدينه ورشه الزيتون، انا عرفتنا على شخصيه زي حضرتك، وبشكر حضراتكم حسن الاستماع. شكرا جزيلا.